سيدنا واش رحنا بخير واش رحنا بخير رحنا لينا وقعدنا نديرين قيام وعاش الملك والنبوس وعاش الملك والطول العمر. السلام عليكم. احنا من الساكنه ديال حي المسيره كنطالبوا بالضو، ما كنطالبوا حتى شي حاجه من غير الضو، حنا بغينا غير الضو. والمشكله هي جيراننا عطاهم الضو وحنا ما عطاوناش الضو. 9 السكان اللي كاينين دابا حاليا اللي ساكنين رسميا ما عطاوناش الضو، بغينا نعرفوا علاش، ما تفهمش لينا علاش هذا المشكل. من 2011 حنا جالسين بلا ضو، ومؤخرا تقريبا شي عام عاطين الجيران عندهم الضو حنا ما عندناش. ملي جينا نشرحهم ما فهمناش، قال لك هذوك عطاو الفلوس حنا ما عندناش فلوس، حيت ما عندناش الفلوس ما عطاوناش. الناس اللي عطات الفلوس خدات الضو، والناس اللي ما عندهاش الناس والاغلبيه غتمشيو تما وحصيو دار بدار دار بدار، راه حتى واحد ما عندوش المانطا تما، راه الناس الفقراء اللي كاينين ساكنين تما، حيت فقراء ما عطاوناش الضو. نجيك من الاخر، حيت ما عندناش حيت فقراء ما عطاوناش الضو. كنطالبوا بالضو، بغينا الضو اللي هو حقنا كمواطنين، حقنا، ما كنطالبوش شي حاجه غير قانونيه، كنطالبوا بالضو. حنا بعنا اراضينا في الباديه، بعنا اللي كنملكوه بعناه باش شرينا تما باش نقريو وليداتنا. هادشي اللي درنا حنا، الغلط اللي درنا هي بعنا اراضينا، ما عندناش فين نمشيو، عندنا هذيك الدار هي اللي عندنا، وخسرنا فلوسنا وصلحنا. وسير اخويا صور دار بدار تما، هاد 9 الديور اللي قلت لك دار بدار كلها خاسره، اللي كتملك خسرتو على هذوك الديور. وما عندناش الضو، ما عندناش الضو، جالسين بلا ضو. ما كاينش شي منطقه في المغرب جالسه بلا ضو الا حي المسيره، زنقه اليوسفيه جالسه، وحنا قرب المحطه ماشي بعاد، رحنا قرب المحطه وما عندناش الضو. علاش؟ بغيت نعرف علاش. جينا دخلنا على سعاده الرئيس، قال لك ما تلاش عندكم الحق في الضو. علاش؟ علاش ما عندناش؟ قولوا لينا النهار الاول ما تخلوناش نخسروا فلوسنا. علاش النص عطيتوه الضو بلا رخصه بلا بلا بلان، وفي الاخر تقولوا لنا احنا ما عندكمش الحق؟ والربط قلتها لي وقلت لي سعاده الرئيس انت هالربط عندي، قال لك فين كنتي شحال هذا ملي عطيناك الربط دخلي الضو. قلت لي راه قلتوا لينا غنعاونكم بالبوطوات، حنا جالسين ظلمه تما، راه البوطوات ما عندناش، راه الا مشيتي تما وفات المغرب الدنيا تما كتخلع، راه جميع المصائب الخايبه كتجمع عندنا تما في الليل، راه بزاف هادشي. صبرنا تعينا وما تليناش غنسكتو، وما غاديش نسكتو الا ما عطاونا الضو، راه ما غاديش نسكتو، غنطالبوا بالضو وغادي نمشوا. الا ما داروا معنا التحل غادي نمشوا للعماله، ولا ما دارت معنا العماله حتى حاجه غنطلعوا للرباط. المهم حنا كنطالبوا بحقنا الضو فقط، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا الضو. نهار الانتخابات وقفوا وجاو عندنا وقالوا لنا وقفوا معنا، وقفنا معاهم بدون مقابل، والعضو ديالنا راه شاهد على كل شيء، ووجهي في وجهه واش شديت من عنده شي شي شي, شي درهم. وخدمنا معاهم ووقفنا معاهم بدون مقابل، تدابا يوقفوا معنا بدون مقابل، رحنا فقراء وما عندناش، راه وعاش سيدنا. السلام عليكم خويا. قاد هاد الناس راه ولاد الدرب ديالنا حنايا، وحنا بدرب واحد، ونهار عطاونا الروبوت عطاونا كل شيء، دابا حنا استفدنا وهاد الناس ما استافدوش. نهار وقع هاد الحاله ديال هاد الزلزال والله العظيم لا طراين واحد المشكل دايرين غير الشمع. دابا حنا شادين الروبوت، كنا مدخلين الماء مدخلين الضو، ولكن خاصنا نعرفوا هاد الناس جيراننا الدار على الدار علاش ما استافدوش. هادشي اللي كنطالبوا، كنطالبوا بهاد الناس يتعاونوا مع مرا حشومه، والله العظيم هو عندهم وليدات، كاين اللي عنده 6 نفوس، كاين اللي عنده 7 نفوس، والناس كيقراو دراري صغار. نهار وقعت هذيك الواقعه ديال الزلزال راه الناس كرفست بزاف. الله اعلم، انا منهم، انا منهم استفدت، عطوني الماء وعطوني الضو، وجيراني تا هما عاطينهم الماء والضو، هادو تا هما هاد الناس هما معانا ما استافدوش. دابا خاصنا نعرفوا هاد الناس علاش ما يعطوهمش، راه حشومه، راه والله لا عار، والله خويا لا عار، لا حشومه. خاصهم يطلعوا يشوفوا بهاد الناس، كاين اللي خاسر 30 مليون، راه دابا الديور اللي كاينين تما والله ما كاينين هنا الوسط، والناس مكرفسه. والله يجزيكم خير هادشي اللي نقول لكم اخويا، بغينا هاد الناس يتعاونوا معاهم لا دار الله وشكرا. السلام عليكم. حنا خويا كنطالبوا غير بالضو، اللي حتى عاطين النص والنص ما عاطينوش. انا بين الدار اللي عاطينا غير الحيط، انا غير الحيط اللي بيني وبين السيد اللي عاطينو الضو، وانا ما عاطينيش، وعاطينا الروبوت وقال لك غادي نجيب لكم بوطوات وما جابوهمش لينا،
ودابا حنا راه منين ترى جايه لشي عام 3 سنين دابا باش تخليهم الضو، حنا ما دخلوش لنا الضو. حنا جاو الصيف، جاو العقارب، جاو الحناش، جاو كلشي، وحنايا ما لاقينش داك. لما درتي بيل شارجيتي عند شي حد، ولما درتي شمعه، ولما درتي شي حاجه، ما كيبان لك والو. حنا دوكا بغينا غير الضو. واش حقنا الضو؟ دار الدراري كيقراو كلشي، ما كاينش، ما كاينش علاش يحفظوا. لما درتي لهم بيل شارجيتي عند الناس في القهاوي كنشارجوه، ما كاينش في الديري، ما كاينش علاش يحفظوا. هادشي اللي بغينا حنا، ما كنطالبوا غير بالضو، ما بغينا حتى شي حاجه اخرى غير الضو. جا الزلزال والناس ما لقيناش من نخرجوا، مضاربين مع داك، ولينا خايفين على الشمع اللي يطيح لنا على الحوايج، وبيتين في الزنقه في الظلمه، حالتنا حاله مع نباغ الله. حنا بغينا نعرفوا غير علاش ما بغاوش يعطينا الضو. عاطينا الروبوت، الضو ما كاينش. ملي كتدي ليه الروبوت كيقول لك وسيري، ما كيفاش، فين كنتي شحال هادي. هادشي اللي كاين. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.